عاوزين نلعب لعبة جديدة ما لعبناهاش قبل كده. يا ريت يا تودة، انا زهقت من كل الالعاب. طب تيجي ناخد رأي اصحابنا ونقول لهم كمان يعملوا لنا لايك ويشتركوا في القناة. ايه رأيكم يا اصحابنا؟ عايزين نلعب لعبة جديدة ما لعبناهاش قبل كده. ما تقولوا لنا اقتراحاتكم في التعليقات علشان نشوف انتوا افكاركم حلوة ولا ايه، وكمان تعملوا لنا لايك وتدوسوا على الايه الايد اللي صباعها لفوق. ايوه يا تودة، انا عايزة لايك لايك لايك. طبعا اصحابنا بيحبونا قوي يا طماطم. تعالوا بقى نشوف اللعبه اللي هنلعبها النهارده. توتا انا جاتلي فكره حلوه قوي يا توتا. ايه هي بقى يا طماطم؟ بس احنا محتاجين بابا معانا. مفيش مشكله، انت عارفه بابا شريف مش هيرفض لي طلب ابدا. خلاص تعالي نلعب ذا فويس كيدز. حلوه قوي، وانا كمان بحب اعمل مواهب واغني. يا سلام، انت عارفه ان انت العم شريف. انا عندي مواهب كتير. طبعا يا توتة عارفاها كلها. بابا يا حبيبي، ازيك النهاردة؟ انت عامل ايه؟ انا كويس يا توتة، خير يا رب. الاسئلة دي وراها حاجة اكيد. ايه رأيك بقى يا بابا تلعب معانا ذا فويس كيدز؟ ذا فويس كيدز؟ وانتوا بقى عندكم مواهب يا اولاد؟ ايوه طبعا يا عم شريف، عندنا مواهب كتيرة خالص. واحنا علشان كده يا بابا يا حبيبي جبنا الكراسي والايه والترابيزه الجميله دي علشان لجنه التحكيم تقعد. يا سلام، بس احنا كده محتاجين حد معانا كمان في لجنه التحكيم. عندك حق يا بابا، ايه رايك نجيب ماما كمان؟ لا استنوا، وفي حاجه كمان يا عم شريف، احنا محتاجين حد يصورنا بالكاميرا. مظبوط يا طماطم، بس احنا مفيش عندنا كاميرا. لا انا جايباها معايا من البيت. استنوا ثواني اروح اجيبها واجي. بسرعة يا طماطم. شفتوا بقى جميلة قد ايه؟ الله دي جميلة قوي يا طماطم. يعني دلوقتي يا بابا نقدر نلعب من غير ما تلاقي لنا اي حاجة. لا ده انا اتحمست للعبة قوي طالما هنصور. يلا بينا هنادي الماما حالا. اتفضلوا بقى هنا، دي الترابيزة بتاعتكو، انتوا دلوقتي لجنة التحكيم. يا سلام يا ست توتة. طيب لما نشوف، انا هقف اصور وبابا هو في لجنة التحكيم. هي يلا يا طمطومة، جاهزة؟ جاهزة طبعا يا تودة. يلا جهزي انتي بقى عشان تقدمي في البرنامج. يلا جاهزين يا جماعة؟ جاهزين. يلا معانا دلوقتي اول موهبة. اتفضلي معاكي الكاميرا. اهلا بيكي يا امورة، اسمك ايه بقى؟ انا اسمي طماطم. وعندك كام سنة يا طماطم؟ عندي 4 سنين. يا سلام ما شاء الله. وانتي بقى موهبتك ايه يا طمطومة؟ انا جاية علشان اغني. طب يا ستي سمعينا صوتك بقى الجميل، هتغني لنا ايه؟ هغني لكم ذهب الليل. يا سلام، وانت حافظاها يا طمطومه؟ ايوه حافظاها طبعا. اغني؟ يلا يا ستي على طول سمعينا صوتك. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور سو 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 سو، شاف القطه قال لها بس بس، قالت له نو 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 نو. ماما قالت له لا انا لسه ما خلصتش، هو انا صوتي وحش ولا ايه؟ لا صوتك جميل قوي يا طمطومه، بس احنا معانا متسابقات كتير قوي، كل واحد دقيقه واحده بس. يعني انا شطوره؟ شطوره جدا، وانا يسعدني ان انا اخدك في الفريق بتاعي. شكرا يا عمو، شكرا قوي. يلا بقى اللي بعده يا بنات. اهلا بيكي يا اموره، اسمك ايه؟ اسمي تودة شريف. الله اسمك جميل قوي. ايوه طبعا. طيب يا اموره عندك كام سنه؟ عندي 4. وجايه منين يا توتة؟ جايه من مصر. اهلا بيكي وبكل اهل مصر. قوليلي بقى هتغني ايه يا توتة؟ انا هرقص. يا سلام، ورينا بقى الموهبة الجميلة. مش لما تعزفوني المزيكا؟ دور يا ابني المزيكا. قبل ما انام في حاجات لازم اعملها، 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 احسب حسابي. لا تمام قوي كده، كفاية تنطيط يا توتة، كفاية التنطيط كده، اوفر قوي. الله انا لسه ما خلصتش. لا ده انت تمام ممتازة، اخدتك يا حبيبتي، اخدتك في فريقي. اخدتني كمان مع طماطم. يهو بقينا فريق واحد يا توتة. كسبنا، مبروك علينا ذا فويس كيدز يا طماطم. طبعا انت هتاخدوا الكاس بتاع ذا فويس كيدز. هاها هناخد الكاس يا توتة. ايوه هناخد الكاس انا وانتي. تمام، بصولي بقى كده يا بنات الضحكة الحلوة. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم.
ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.